تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال مؤتمر الاتصالات الراديوية 2019 المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بوفد يضم عدد من الجهات الحكومية في المملكة. يناقش هذا المؤتمر عدد من الموضوعات المهمة ومن ذلك موضوع الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المتعلقة بالأقمار الصناعية. سينتج عن هذا المؤتمر خلال مباحثاته اتفاقية ملزمة بين الدول، وستكون المملكة العربية السعودية إن شاء الله عضو في هذه الاتفاقية.